لم يكن النزاع العقاري الذي ظهر للعلن في ملف ملكية القطعة الأرضية الممنوحة للأسرة المنكوبة في دار نعيم وليد اللحظة، فهذا ما جناه الوزير الأول في حكومة التعهدات على نفسه. بالمناسبة بعد نعرف معكم ظروف كانت قلت صعبة شوي. قطعة أرضية ومبلغ يساعد شوي لها. إبان تسيير الرجل لوزارة الإسكان والعمران ظلت جعبته مليئة بالسمسرة والمضاربة وتبييض القطع الأرضية التجارية وتحييدها من التوزيع قبل الاستحواذ عليها وبيعها للمقربين في أسلوب مخجل من الزبونية والمحسوبية. ذاكرة أحياء الترحيل تحفظ للرجل ذكريات في كل بيت وتحفظ لجرافاته ذكريات مرة، وما خفي كان أعظم. ولم تكن المساعدات الموجهة لمدينة الطينطان أحسن حالا من قطاع العمران والاستصلاح الترابي كما تقول ساكنة المدينة. وعدت مؤسسات إعمار الطينطان بإنشاء 1250 شقة سكنية و250 شقة اقتصادية ومحلات تجارية، وما لم ينجز منه أي شيء. فقد تم الالتفاف على مخصصات إعادة هيكلة المدينة المنكوبة، كما تم نهب مئات الملايين من المساعدات الموجهة للمدينة ليدفع الرجل ثمن ذلك إبعادا من قبل الرئيس السابق عزيز. هي المدينة القديمة اجتاحت السيول وحكمت الدولة بأنها لم تعد ولم تكن صالحة للسكن، والمدينة الجديدة لم تهيئ ولم تؤهل للسكن. جاءت إمدادات وجاء دعم وجاءت مساعدات. الغريب مع الوزيرة، أين هي الأموال التي جاءت من المملكة العربية السعودية؟ أما ثالثة الأزافي فحينما أعيد تدويره وعين على منطقة وادي بوالحرة ورغم الفرصة التي منحت له فقد فشل في تسييرها بإجماع المراقبين، كما نالت الحظ الأوفر من تعيين الأقارب والزبونية والجهوية في التعيين حتى تم إجهاض الفكرة العبقرية تحت سياط الفساد، فتخلص الرئيس عزيز منه نهائيا. ولم يكن حال الرجل خارج البلاد أحسن من داخلها، فقد جرى الحديث عن استيلائه على مبالغ مالية تخص شركائه في كل من دولتي غينيا وجيبوتي، كما حركت ضده شكوى رسمية في المحكمة التجارية بجيبوتي، كما طالبه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة بفك الشراكة وتسديد تلك المبالغ. شغل الرجل الوزارة الأولى في حكومة التعهدات النائمة، إلا أن ضعف الأداء وسيل القروض التي أثقل بها كاهل المواطن يعطيان انطباعا واضحا عن حكومة قد شب عمرها عن الطوف.